بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة السباعية 22 بعد 103 من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شهابيب الرحمة والرضوان، عنوانها عدوى الخير والشر. عرفنا شو العنوان يا نور؟ عدوى الخير والشر. نصها قال: كل من الخير والشر يعدي، ولكن عدوى الشر أسرع وأبلغ. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعود بنا إلى الصاحب. احنا بالمثل العام نقول صاحب ساحب. يعني الآن مثلا في واحد قال له لمحمد تعال إلى المركز بيت الشامي، فجأة هذا الأخ جزاه الله خيرا كان سببا أنه الآن هو حافظ لكتاب الله عز وجل، لذلك أنا ما بقعد قدامي إلا حفاظ القرآن، كان صار حافظا لكتاب الله عز وجل. أنا التقيت مرة أو سمعت من أخ يعني داعية معروف بالشام يقول كنت بصف الثامن، قام قال له رفيقه بتاخذني يعني تروح معي على الجامع، قال له روح. قال والله أنا لا أعلم هذا الإنسان أين هو الآن، لكن جزاه الله خيرا أينما كان أخذني إلى المسجد فكتب الله لي الهداية في طول العمر، أسأل الله أن يثبتنا جميعا. يعني واضح هذا الكلام؟ لكن بالعكس، لو أن إنسانا مشى مع صديق فاسد أخذه إلى الكذب، أخذه إلى شرب الخمر، أخذه إلى ما لا يرضي الله عز وجل، إلى ما هو أشد، إلى ما هو والعياذ بالله، طيب ما الذي سينتهي بهذا الإنسان؟ أن يصبح فاسقا، أن يصبح ملحدا. الإلحاد مرض، ما هي؟ الناس فكر الإلحاد حرية رأي، لا، مرض. ما في إنسان عاقل يلحد بالله سبحانه وتعالى، لا يوجد عاقل. تاريخ البشرية كله من عهد آدم إلى هذا اليوم الناس لابد لها الإيمان فطرة. هلا قد يضل الإنسان يعبد شجر، يعبد حجر، يعبد يقول الله ثلاثة، هذا موضوع ثاني، يعني هذا انحراف. لذلك الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن بالنتيجة لا يوجد مجتمع لا يؤمن بوجود خالق. بغض النظر، قد يضل هذا المجتمع في معرفة الإله الحق سبحانه وتعالى. طيب يجي إنسان يصاحب إنسان ملحد بيقول له أنا مالي شايف الله، أي معناته ما في الله. طيب أنت مالك شايف عقلك، معناته أنت مجنون. مو ما أنا شايفين الكهرباء، حدا شايف الكهرباء يا جماعة؟ الكهرباء، أنا ما عم أقول هذا أثر ضوء الكهرباء، أثر الكهرباء هذا الضوء، كذلك أثر وجود الله عز وجل هو هذه التجليات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الله اللي بيمسكه، هي قيومية الله عز وجل في الأرض. فأنت إذا رأيت كل شيء متناسق ومنتظم فاعلم أن وراء هذا الانتظام إلها قيوم قائم على هذا الكون كله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا الخير يعدي، الإنسان يصاحب إنسان يشوفه بيكون ماشي بيقدم له خلينا نفوت نصلي، فيعتاد أن يحافظ على الصلاة على وقتها، حافظ الصلاة على وقتها. يقول له مرة، أنا بعرف واحد بس هي ثقيلة شوي لكن حصلت، أنا أعرف الشخص كان إذا مشى في طريق فيقول له الأخي لو دم نحكي طول الطريق، هلا الناس صارت حتى مشايخ ماسكين الجوال تتضع أثناء تسميع القرآن عم يمسكوا الجوال وعم يجاوبوا على رسائل وتخبيص ودنيا، يقول له أخي طول الطريق نضيع وقتنا، روح أنت على هذاك رصيف شارع له رصيف من هون ورصيف من هون، شو بيعملوا؟ اذهب أنت إلى ذاك الرصيف وأنا من هذا الرصيف ونشوف بآخر الشارع قديش كل واحد بيسبح الله أكثر أو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، شايف؟ هاي الصحبة. فالخير يعدي والشر يعدي، لكن عدوى الشر
أسرع. ليش؟ لأنها تتناسب مع الأهواء، مع الشهوات. وأبلغ، خطرها أشد، تضيع به الدنيا والآخرة، عدوى الخير، يتماشى مع الفطرة. انتبهنا. أما الإنسان بالشر ينساق مع شهواته، مع أهوائه، مع انحرافه، فيضيع والعياذ بالله. إذا كل من الخير والشر يعدي، عرفنا يا حمزة؟ كل من الخير والشر يعدي، ولكن عدوى الشر أسرع وأبلغ. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا إذا بدي أعرف مين أنت وكتب هيك تعريف في شخصيتك، فبتقلي مين بصاحب؟ إذا بتقلي والله أنا بصاحب مثلا رجل مثلا حافظ الكتاب، الله، خلص عرفت شخصيتك. مصاحب واحد منحرف، تقلي أنا لا ما بتأثر، لا خلص أيضا عرفت شخصيتك. واضح هذا الكلام؟ وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.